مثل عام 2017 إضافة ثقيلة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان باليمن كأحد فصول الحرب المشتعلة منذ 3 سنوات. ملف القتل خارج القانون كان أكثر الملفات وجعاً وكارثية، حيث سقط خلال العام آلاف الضحايا المدنيين سواء من قبل ميليشيا الحوثي التي تقصف المدنيين في تعز والبيضاء ومأرب، أو من قبل التحالف الذي استهدف آلاف المدنيين الذين سقطوا بين قتلى وجرحى. ميليشيا الحوثي أيضا نفذت إعدامات ميدانية لمخالفين لهم وفجروا منازلهم بداية من محافظة حجة وانتهاء بتعز مرورا بعمران وإب والبيضاء. الانتهاكات بحق الأطفال سجلت أرقاما قياسية، فمئات الأطفال قتلوا وأصيبوا خلال هذا العام سواء بقصف الحوثيين أو طائرة التحالف، ناهيك عن التجنيد الإجباري للأطفال الذي تتزعمه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها. لافتة التهجير القسري عنوان يخفي تحته قصص الآلاف من الأسر، بلاد الوافي والوازعية وتبيشعة ومؤخراً منطقة الحيمة بتعز كانت مسرح جرائم الحوثيين في تهجيرهم الأهالي قسراً، إذ أصبحت آلاف الأسر بلا مأوى في ظل تغاضي الحكومة والمنظمات الدولية عن مأساتهم. الطائرة الأمريكية لم تكن غائبة عن مسرح الجرائم في اليمن خصوصاً في البيضاء، فقد وضعت بصمتها بقتل مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال وسط صمت حكومي مخزن. الأزمة الإنسانية في اليمن أصبحت محل أنظار العالم والمنظمات الدولية، فنداءات الأمم المتحدة دقت مراراً نواقيس المجاعة في اليمن. تصريحات أممية قالت في وقت سابق إن قرابة 18 مليون يمني بحاجة ماسة للغذاء، وأكثر من 16 مليون يمني بحاجة لمياه شرب نظيفة. ظروف الحرب والدمار ولدت بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، ففي نهاية أبريل بدأ وباء الكوليرا بالانتشار في اليمن، حيث أصاب قرابة 1 مليون شخص وقتل نحو 2000 يمني. محافظة يمنية سجلت أيضا حالات إصابة بوباء الديفتيريا ووباء الجمرة الخبيثة. خلال العام أيضا وتحديدا في شهر سبتمبر، قرر مجلس حقوق الإنسان بعد شد وجذب تشكيل لجنة خبراء دولية تدعم عمل اللجنة الوطنية التي عينها الرئيس هادي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها. فصول المعاناة التي يتجرعها اليمني كل يوم لا تلقى بالاً من الأطراف المعنية في ظل غياب آلية حكومية أو دولية لمنع حدوث الانتهاكات أو معاقبة فاعليها. مراقبون يقولون إن منظمات حقوقية تعمل وفقاً لأجندة سياسية لا حقوقية، وتستثمر المدنيين في تقوية موقف طرف سياسي بعينه. دم اليمني المراق على قارعة الصمت أو الغنيمة سيظل للعام الثالث على التوالي لعنة في وجوه سافكي والمتغاضين عنه، ويبقى الخلاص من الحرب وأسبابها حلم كل يمني عانى من هذه الحرب ومن المستثمرين فيها.